ها بس اتأكدتي؟ اي هذا رقمي. شنو صوتي؟ شبيه؟ لا وعيونك، مو قلت لك اسمي سلوان وعمره 24 سنه. لا 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 لا، على الفايبر ما احاول، لا مو اخاف ابوي يكمشني. اي صورتي اي موجوده على البروفايل مالتي، شوفيها تاكدي من عندها. اي عجبتي؟ تاكدتي؟ هو هو هذا علي بابا. احنا ما ديك غير دق الباب يجوز لا بدي. بابا يا بابا احنا قاعدين بالحديقه يا معود. دق على شجره اتنحنح. شنو يعني اتنحنح؟ العفو نسيت انت من جيل الفديتك، ما تعرف شنو تنحنح. بابا ردك ياكاني ابني 100 مره قلت لك اذا عندك شغله تدز لي رساله على الخاص، لو تبعث لي مسج. هو انا داعش وياك على الخاص 24 ساعه اوف لاين وادق عليك مشغول. شلون يعني؟ اي مشغول، بعدين من افرغ انا جاوبك. بابا رايدك بشغله مهمه. ابني ما عندي وقت. تعلم، العالم تطورت، استخدم وسائل الاتصال الحديثه، ما تعرف الا تحكي وياي وجه لوجه. مو شغله مهمه جدا. شنو هي؟ مهمه الى اقصى الحدود. قول. مهمه يعني مو بس اقول لك. احكي. بابا راح اقراك بالتليفون. قول. بهالواقع يعني تريد فلوس؟ اي اوكي، اكتب لي رساله على الخاص وانا بعدين اجاوبك. تدلل حبيب. يلا الو. هذا اخوي الكبير اسمه حمندش، ملعون يغار مني لان عنده علاقه بيج، مو هو شدمة ماكو واحدة صادقة. بابا باب ما تنفتح.